أكون صادق. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. ترى صواتي شويه الله يقيس من دقائق سبحانه بين مناكب الاقدام سد الفرجات بينكم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم
إنما ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد الحمد الطيب الكثير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Today is Tuesday and you want to count every single day starting from tomorrow of Ramadan will not be repeated again for this year. Meaning that we have started the countdown. Subhanallah, it just started yesterday. And we all had our rushful thinking list and all the ambition. I will do this, I will do that, I will make sure I do this. So let's inshallah ta'ala try our best to fulfill as much wishes and as much promises as possible inshallah. Before with a blink of an eye you will have the month is gone. Subhanallah. Again, starting from tomorrow, there will be no more days to be repeated, which means we are in the last few days of Ramadan. May Allah accept from you all. Inshallah ta'ala, during the break, we will talk more about the Quran contest, the Zakatul Mal, Zakatul Fitr, the Fidya, and the fundraising. So if you are, inshallah ta'ala, interested in knowing more information, you can stay during the break. For now, inshallah, again, the management is appealing for you to donate more water if possible, inshallah. Any amount you can donate, it's very highly appreciated, inshallah. Food waste, during suhoor, inshallah, we are asked, inshallah, to share our plates together and not to have food waste. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward you, try to conserve on those and bring the plates together and be helpful with each other to clean up as well. Inshallah, the recitation tonight will be Surah Ghafir, verse 56. You can, inshallah, stand up for your prayer, bi'idhnillah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون اللهم سمع الله لمن حمده اللهم بارك الحمد لله كثيرا من الصلاة الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى, as promised, we want to just talk a little bit of the programs that are being run by your masjid and the ajr and reward for all of you that have supported the masjid, إن شاء الله, in any way, in any form and in any shape. May Allah reward you all for being always a continued supporter of your masjid. So we have the Quran contest. This is something that we run every Ramadan to, inshallah, remind our young sons and daughters of the connection with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And it always attracts attention, mashallah. We have over 250 participants of this the Quran contest. And some of them are from out of state. They traveled all the way from Virginia to be under the guidelines of their judges to deliver their home assignment or their homework assignment, and also to recite whatever they were assigned to and to be tested. And alhamdulillah rabbil alameen, this has picked up very, very well in the past few years, having our sons and daughters being connected with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you are interested in funding those projects or this type of project, please see any of us in the lobby, inshallah, any of the imams or any of the organizers that you usually see in the lobby. Zakatul Fitr is already being processed now and it's being collected. Again, as we mentioned before, we collect Zakatul Fitr ahead of time from you money, but it gets distributed in form of food before Eid, but we collect it before so we can be able to send it, and we do make an estimate on your behalf and send it. So we will be sending this on, now we already sent some and we will send another and we will send a third time. So we will continue collecting Zakatul Fitr until before Salatul Eid. It should be paid by you on each member of your family before Salatul Eid. Zakatul Mal is completely different category. This is something that you need to pay on your income, on the nisab and the threshold that Allah subhanahu wa ta'ala assigned, that if you have more than the threshold, which is called the nisab, and you will be obligated to pay zakat. Now, one note that I need to share with you. You will notice in all the rulings of Islam, whether it's Zakatul Fitr or Zakatul Mal, or when you go to Hajj and you have the hadi, the slaughter, or when you are penalized in any mistake you do in Umrah and Hajj, you will notice that Allah subhanahu wa ta'ala meant for the support to be always local, because you're responsible immediately to the locality where you are. And if not, if it's sufficient enough, then you can pass it on to outside localities. So Zakatul Mal, we need to also understand to balance our Zakatul Mal. So if I end up paying Zakatul Mal of 1,000 or 2,000 or 3,000, depending on your income, do not put it all in one basket. Try to distribute it where you distribute to the fuqara and masakeen, the needy and the poor, for the da'wah, for the 8 categories that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned 8 categories in the Quran for a reason, not for us to ignore 6 categories and only focus on fuqara and masakeen, only the needy and the poor.
But rather, we have to balance our zakah accordingly. Saying that there is always need in your locality, and that's why we're supposed to look after our localities and the need of our localities, the da'wah work of our locality. So again, be very vigilant when it comes to your zakah distribution. Do not distribute all your zakah all in one area or overseas, because you will not be attending to your local needs, and this will not meet the criteria that Allah subhanahu wa ta'ala wanted you to immediately look after, which is your local need first, and then you can look outside and you balance it all. So please make a note of that. Inshallah ta'ala, the fundraising will be on Friday, this coming Friday. Again, fundraising is something I understand. Wallahi, I'm the last one that want to stay, you know, stand before you and ask you for money. Asking people for money, as they say, is something very, very difficult and very, very private. But it's a duty, and we have to look after each other. And that's how Allah subhanahu wa ta'ala created us. If we don't ask for your support and we are let on our own, the support will be very minimal, because we will attend to other needs. So your masjid is always in need of your support. We will be running on the website and on the screens, inshallah ta'ala, tomorrow or the day after tomorrow, the true expenses of what your huge masjid has to pay. Sometimes we take things for granted and we have no clue, and our eyebrows just go all the way up when we hear the numbers. But we don't realize that such a huge center, when you multiply this by many expenses, that mashallah, look at the wear and tear. When you have, mashallah, 3,000 people every Friday accessing the school, the masjid, you have three schools on campus, you have our children, mashallah, who use and abuse every part of the center. But that's what we were when we were young. I see some of the kids, when they open the doors, they kick it with their feet. I tell them, Ammo, why do you kick it with your feet? Why can't you just push it with your hand? I don't know. That's what the kids are. And then when they use the bathroom, you know how they use the faucet, they just open it, flushing and breaking the handle. And these are just little examples, let alone, you know, air conditioning and heating and all the wear and tear that takes, and the programs that we come to provide, alhamdulillah. We are proud to be a community that, mashallah, recognized around the nation. You know, Raleigh was not even on the map about 20 years ago. It was a jungle, and when you fly into the RDU area, all they know about North Carolina is just the Research Triangle Park. That's all. You land and you see nothing but all these tall pine trees. And they say that these people are living in the middle of a jungle. But look the turnaround, mashallah ta'ala, and other as well. Our center is attracting so many families to come to the area and settle, which means that we're receiving so many families. Well, alhamdulillah, that's a great thing. But it comes with its tab, and we need to fund it, inshallah. So inshallah, Friday, it will be during Jum'ah, and then at night. It will be, inshallah, expected to be the night of 27th, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us in that odd night. If it's Laylatul Qadr, inshallah, to multiply all our good deeds accordingly, inshallah, as He promised us. So inshallah, what I ask you to do is to come prepared, and also ask your friend to come on that night, because الدل على الخير كفاعله. Those who actually lead people to do the khair and the good, and to support other any good project, they will take their ajr. Inshallah ta'ala, on a final note, bi'idhnillah, as we announced before, the khatam night will be, inshallah ta'ala, in the Dorton Arena in the state grounds, inshallah, the state fair. That we usually, that's the only building that we were able to find available. It's becoming extremely difficult to find any venues nowadays. So just for your information, the Expo Center was reserved for us for Eid. But they have a rule that if their big vendors, like their big vendors who take all the facility all together, they give them priority. So within the contract, they have the right to cancel any contract that they write.
And subhanAllah, last year happened and this year happened. They canceled out Salatul Eid of Fitr for us. That's why last year we prayed outside. This year the weather would not allow for us to pray outside, but we will be in the Dorton Arena. It's not the best venue, but it's better than being outside and risking a rain or a weather, what have you. So inshallah, let's be patient. We will have the Khatam night there as well. If we ask you inshallah ta'ala to be part of supporting the completion of the Quran, so on your way out, you will have a bucket with a label called the Khatam night. Khatam means completion of the Quran, so you can support it inshallah ta'ala with your donation to cover the expenses. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. May Allah subhanahu wa ta'ala make you always among those who do good deeds, and for Allah subhanahu wa ta'ala to accept them and to multiply them many folds for you, to protect you and your family members. Allahumma ameen. You can stand up to continue the Taraweeh prayer inshallah. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. الله أكبر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الشفع والوتر إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزارك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى رب بك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر إن شاء الله. صلاة الوتر can be prayed in two forms or in two ways. The one most popular is how we do it, the two rak'ahs, and you make salam, and then you bring one more and you make salam. And the one like you did yesterday, it's three after each other and with only one tashahud, and then you can make salam as well. Both have been practiced by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونتوب إليك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اصلح لنا شأننا يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا خاتمتنا يا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك
وإني من المسلمين. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أهلينا، اللهم أصلح لنا أمورنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم اغفر لنا مغفرة لا تغضب علينا بعدها أبدا. اللهم ارفع درجاتنا في عليين. اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة، وأصلح لنا نياتنا، وأصلح لنا عملنا، واجعله لوجهك الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح شأن هذه الأمة، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا رب انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في السودان، اللهم انصر أهلنا في كل مكان. اللهم انصر المسلمين بنصرك، اللهم أعزهم بعزتك. اللهم يا ربي كفر عنهم ذنوبهم، وأصلح لهم أمرهم، واصرف عنهم الهم والغم. اللهم أعز لنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على تحرير المسجد الأقصى من أيدي الأعداء الغاصبين الذين لعنتهم بلعنتك يا رب العالمين. اللهم اصرف شرهم عن البشرية، اللهم تكفل بهم كما تكفلت بهم في الماضي. اللهم يا رب اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين في أعدائك أعداء الدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف جرحانا وجرح المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واجمعنا وإياهم في جنان ونعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.